بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا أبنائي التلاميذ، نواصل في تقديم دروس الدعم والتقوية للسنة الثالثة متوسط، وهنا نبدأ مرحلة جديدة لمراجعة واستيعاب ما فاتنا من دروس سابقة. أولا، لا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا لكي يصلكم ما هو كل جديد. إذا فعل الجرس وضغط على زر الإعجاب والاشتراك سيسرا. إذا فلنبدأ على بركة الله. لدينا تمرين رائع وشامل في ضرب وقسمة عددين ناطقين. تطرقنا سابقا إلى كيفية حساب جمع عددين نسبيين، طرح عددين نسبيين، وضرب عددين نسبيين، وحاصل قسمة عددين نسبيين، والعمليات على الكسور اللي هي ضرب كسرين، قسمة كسرين، وجمع وطرح كسرين. كلها سنستعملها في تماريننا في الأعداد الناطقة. إذا لاحظ معي هذا التمرين، قال انقل وأكمل الجدول التالي. لدينا العدد X، أعطانا خانات في السطر الأول، ولدينا مقلوب العدد X في السطر الثاني، والمطلوب معاكس العدد X في السطر الأخير. ثانيا، احسب ما يلي واختزل الناتج إن أمكن. هنا سنتعلم كيفية ضرب وقسمة عددين ناطقين في وضعيات مطلوبة. إذا تابع معي وسنقوم بحل هذا التمرين. إذا أولا، قال نقل وإكمال الجدول التالي. لدينا العدد X اللي هو 2 على 3، مقلوب العدد X هو 3 على 2، ومعاكسه هو ناقص 2 على 3. قال معاكس إكس، يعني العدد إكس وليس المقلوب. لاحظ معي في العمود الثالث، أعطانا مقلوب العدد إكس. إذن هنا لا يمكننا إيجاد المعاكس، بل يجب أن نبحث عن العدد إكس. إذن العدد إكس الذي مقلوبه هو 9 على 4، إذن هو 4 على 9. إذن ومعاكسه ناقص 4 على 9. أعطانا العدد 12 على 12 على 7، إذن مقلوبه هو 7 على 12، ومعاكسه ناقص 12 على 7. وفي السطر ما قبل الأخير، أعطانا معاكس العدد اللي هو 8، إذن العدد هو 8 ومقلوبه 1 على 8. أعطانا العدد إكس، مقلوبه 1 على 5 ومعاكسه ناقص 5. تمرين جد بسيط. هنا تعلمنا كيفية إيجاد مقلوب العدد الغير المعدوم والمعاكس. إذن ننتقل إلى السؤال الموالي. حساب ما يلي واختزال الناتج إن أمكن. لدينا ناقص 8 على 11 في 4 على ناقص 8. لاحظ معي إشارة العدد الناطق ناقص 8 على 11 هي إشارة سالبة، وإشارة العدد الناطق 8 على ناقص 3 هي إشارة سالبة. إذن قلنا إشارة عددين جداء عددين لهما نفس إشارة يعطينا عدد. سنقوم بكتابة ناقص 8 لجداء عددين ناطقين نفسه قاعدة جداء كسرين. إذن يعطينا البسط في البسط، ناقص 8 في 4، وإحدى المقام في المقام 11 في ناقص 3، وتساوي ناقص 8 في 4 تعطينا ناقص 32، وفي المقام 11 في ناقص 3 تعطينا ناقص 33. السالب على السالب شو يعطينا؟ يعطينا عدد موجب اللي هو 32 على 33. ننتقل إلى العملية الموالية. لدينا ناقص 7 على ناقص 5 في 2 على ناقص 5. لاحظ معي العدد الناطق الأول اللي هو ناقص 7 على ناقص 5، سالب على سالب، إذن إشارته هي عدد موجب في 2 على ناقص 5 اللي هو عدد سالب. إذن موجب في السالب سيعطينا عدد سالب. وقلنا جداء عددين ناطقين ضرب البسط في البسط، ناقص 7 في زائد 2 على ناقص 5 في ناقص
5 وتساوي ناقص 7 في 2 تعطينا ناقص 14، وناقص 5 في ناقص 5 تعطينا زائد 25. إذن ناقص 14 على 25 هو كسر غير أو عد ناطق غير قابل للاختزال. إذن هذه الكتابة يمكن كتابتها ب ناقص نضعها عند خط الكسر ونكتب 14 على ناقص 14 على 25. ننتقل إلى المثال الثالث اللي هو قسمة عددين ناطقين. ماذا قلنا عن قسمة عددين ناطقين؟ قلنا العملية على الكسور نفسها هي العملية على الأعداد الناطقة، هنا تختلف فقط في الإشارات أي دمج الكسور مع الأعداد النسبية. إذن ماذا تعطينا؟ تعطينا ناقص 5 على 4 العدد الناطق الأول في مقلوب العدد الناطق الثاني، ونكتب ناقص 7 على 14 وتساوي إذن ناقص 5 في ناقص 7 على 4 في 14 وتساوي ناقص 5 في ناقص 7 يعطينا عدد موجب، 5 في 7 تعطينا 35، و4 في 14 تعطينا 54. الآن نواصل حساب ما يلي اختزال الناتج إن أمكن. لاحظ معي لدينا الأمثلة الثلاث، A تساوي المثال الأول، B المثال الثاني، و B المثال الثالث. كما شرحنا سابقا في قسمة كسرين، هنا نفس الطريقة مع قسمة عددين ناطق. هنا لدينا كسرين يعني ثلاث خطوط، الذي هو في الوسط هو الذي يعبر عن القسمة. إذن ناقص 3 على 4 قسمة ناقص 5 على 7، وتحصلنا على قسمة كسرين. إذن بالطريقة المعتادة، إذن ماذا نفعل؟ نكتب ناقص 3 على 4 في، هنا لاحظ معي هذه إشارة سالبة يمكن كتابتها عند البسط في المقام أو عند خط الكسر، إذن أنا سأحتفظ بها عند البسط. سنكتب ناقص 7 على 5 وتساوي، لماذا؟ لأن البسط هنا سالب والبسط سالب، إذن لهما نفس الإشارة يعطينا عدد موجب، ناقص 3 في ناقص 7 على 4 في 5 وتساوي ناقص 3 في ناقص 7 تعطينا 21، 5 في 4 تعطينا 20. إذا ناتج هذين القسمين، إذا لدينا العدد الأول سالب، عال السالب يعطينا عدد موجب. هنا لاحظ معي بنفس الطريقة تعطينا 10 قسمة ناقص 3 على 4، وقد قمنا بحسابها سابقا في الفيديو السابق اللي هو قسمة كسرين. إذا ماذا تعطينا؟ تعطينا العدد الأول اللي هو 10 في مقلوب العدد الأول اللي هو 4 على ناقص 3 وتساوي البسط في البسط والمقام في المقام، 10 في 4 على ناقص 3 وتساوي 40 على 3 على ناقص 3، وهذه الناقص يمكن كتابته عند ناقص 3 أو عند خط الكسر، تمثل نفس الدلالة. سي تساوي ناقص 13 على 7 على 5، إذن هذه أيضا تعطينا ناقص 13 على 7 قسمة 5، لأن هذا الخط يمثل خط القسمة، وتساوي ناقص 13 على 7 القسمة، قلنا تصبح ضرب، ومقلوب 5 اللي هو 1 على 5، ونقوم بالحساب ناقص 13 في 1 على 7 في 5، ومنه ناقص 13 في 1 اللي هي ناقص 13، و7 في 5 هي 35، وقلنا يمكن كتابة العدد سي ناقص عند خط الكسر 13 على 35.
وفي الأخير نتمنى أنكم قد استفدتم من هذا الحل، وبالتوفيق لأبنائنا التلاميذ، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.